اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده اول حلقتنا في الاسبوع الحالي من برنامج الجدعان، وعشان كده عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع شديد الاهميه. عايزين نتكلم عن الصناعات المغذية. هذا الأسبوع شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض الصناعة اللي نظمه اتحاد الصناعات، معرض عظيم جدا وشاركت فيه كبرى الشركات المصرية التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية. وبكل وضوح مصر النهاردة بتقدم حوافز كبيرة جدا لكل مستثمر سواء مصري أو أجنبي عايز تصنع، تعالى وفوز بحوافز عديدة جدا تضمن وتأمن استثمارك، سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو أراضي صناعية، مختلف الحوافز اللي بيحتاجها كل استثمار جاد. كمان مصر حددت حوالي 152 منتج محتاجين نصنعها في بلدنا، معظمها صناعات مغذية وبتكلف خزانة الدولة لاستيرادها ما يقرب من 30 مليار دولار، اللي بجد فوجئنا بيه في معرض الصناعة إن كل المصانع المصرية اتجهت بالفعل وبكل قوة للصناعات المغذية، مصانع عملاقة وحاولت إنها توفر الصناعات المغذية، وللأسف ما لقتش الجودة اللي محتاجاها عشان تحطها في منتجاتها النهائية. احنا قلنا قبل كده أن الصناعات المغذية تعرفها ببساطة جديدة جدا أنها صناعات بتستفيد بيها صناعات أكبر وأضخم منها، كل الهدف إن احنا نزود المكون المحلي في المنتج النهائي اللي بننتجه سواء للسوق المحلي أو للأسواق العالمية. عشان كده معظم المصانع المصرية الكبرى فوجئنا إنها بدأت تعمل صناعات مغذية داخل مصانعها، يعني بتعمل تكامل ودائرة مغلقة للمنتج بتاعها، وبقدر استطاعتها بدأت تصنع كل ما تحتاجه من الصناعات المغذية عشان تضمن جودتها وتقلل من تكلفة منتجها النهائي. أنا عايز أقترح شيء هام جدا، أي مصنع كبير في مصر يتجه إلى الصناعات المغذية، وإحنا قبل كده قلنا إننا محتاجين أكتر من 152 منتج عايزين نصنعها في بلدنا ونوقف استيرادها ونوفر 30 مليار دولار، لماذا لا يكون هناك في مصر حوافز لكل من يتجه إلى الصناعات المغذية مهما كان حجمه؟ يعني أي مصنع في مصر يتجه إلى الصناعات المغذية لاستكمال منتجه، حتى لو مسمار واحد هيصنعه في مصنعه، دايما نتجه إلى دعمه، دايما نتجه إلى مساندته لما يطلب تمويل عشان يقيم صناعة مغذية داخل مصنعه، نقول له ما ينفعش، ده تحايل على قوانين البنك المركزي، أنت شركة أو مصنع كبير وخدت تمويل باسم مصنعك وما نقدرش مولك مرة أخرى. أنا عايز أقول معلومة يمكن غايبة عن البعض من حضراتكم، إن مصنع المسمار تكلفته مليار جنيه، يعني عشان تصنع مسمار تكلفة الأفران وكل المعدات اللي محتاجينها عشان ننتج هذا المسمار الذي لا يتعدى أداة ربط، يعني صناعة مغذية، تكلفة هذا المصنع مليار جنيه، يعني تكلفته يمكن أكبر من تكلفة المصنع اللي بينتج منتج نهائي. هو ده أملنا، أي مصنع ينتج منتج مغذي للصناعة اللي بينتجها أو بينتج منها منتج نهائي، لازم نساعده مهما كان حجمه، ما نقولش ده كبير وده صغير، ده يستحق الدعم وده ما يستحقش، أي حد يوفر لبلدنا ويوفر لخزانة الدولة لازم نسنده على الفور. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.